طيب انتي مثلا بتقولي انا بصمم المكرمية، بمسك الخيوط، بتجيلك الافكار ازاي انك تعملي حاجة ازاي؟ التغذية البصرية بتخلينا ان احنا نبدع. يعني كل ما انت ما تتفرجي على حد بيشتغل مكرمية تدمجي بقى ما بين فكرة والتانية، تطلعي فكرة. فهي معتمدة كلها على التغذية البصرية وان انت خيالك يكون واسع، فتبدأي ان انت تبدعي. حلو، برافو عليكي. وسهل بقى جدا ان انت تجيبي الخيوط. الخيوط دلوقتي متاحة بكثرة، يعني ازاي بقى غير واحدة مثلا زمان. تكون بتدرس او متجوزة مش قادرة ان هي تنزل انها تشتغل لكن عايزة مصدر دخل اضافي ليها، تقدر ان هي تشتغل في فن المكرمية، هتكسب؟ طبعا هو دلوقتي ترند كمان، يعني دلوقتي البيوت كلها حتى التلفزيون، في جميع الاعلانات، مسلسلات التلفزيون كلها بتاعت رمضان كلها فيها مكرمية. فهي الديكورات يعني، ديكورات الديكورات. كلها. فهي دلوقتي بقت ترند، وكل الناس دلوقتي بتتجه للمكرمية. انا كمان عندي جروب ما شاء الله بيزيد بسرعة جدا بسبب الشغف اللي عند الناس. فلا، الناس كلها دلوقتي متجهة للمكرمية.